احنا كمجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي في 2012 بطلب من صاحب الجلالة كان احداث واحد التقرير على هذا النموذج. بالطبع كجميع التقارير نتاع المجلس كانت واحد المقاربة تشاركية، والأعضاء نتاع المجلس انتقلوا لهذا الجهة وتصنتوا أكثر من 1500 نتاع المتدخلين، فيهم مواطنين، فيهم هيئات نتاع المجتمع المدني، السلطات المحلية إلى آخره، كانوا حتى انفصاليين تصنتوا لهم. وجينا بواحد حالة الوضع، قلنا بأن المغرب استثمر في البنية التحتية استثمار مهم جدا، كان أيضا واحد استثمار في التنمية البشرية. خصنا نعرفوا بأن هاد اليوم الأرقام اليوم هاد المنطقة الجنوبية المؤشر نتاع التنمية البشرية هو الثالث في المغرب نتاع الجهات. كان أيضا عدة جهود اللي دارت في خلق مناصب شغل. ساعة نقاط ضعف مع الأسف تنجبروا بأن ما كانت مازال البطالة، وحد الآن هذا الشيء مازال كاين، البطالة تاع النساء وتاع الشباب مرتفعة. تنجبروا بأن تاك الدعم الاجتماعي المالي ما استفدوش منه الجميع. تنجبروا بان الربط بين هاد الجهه هذه والجهات الاخرى ولا بين مع دول اخرى ضعيف. فقلنا بان خص يكون واحد الجهود اكثر باش نعالجوا هاد نقاط الضعف. ولهذا ترصدات 80 مليار نتاع الدرهم استثمار في هذه الجهات هذه. ملي تنشوفوا في اخر غوش 2021 تنجبروا بان 71% نتاع هذا الغلاف المالي اما المشاريع المرتبطه به كملات ولا راه في طور الانجاز. تنجبروا بان ذاك الربط مع الداخل ولا مع الاقاليم الشماليه ولا مع الدول تحسن. تنجبروا بان كاين استثمارات القطاع الخاص بدا تيخدم، ولكن شنو خص يدار؟ خص مازال الفكره الاساسيه هو التنميه ماشي مسؤوليه نتاع الدوله بوحدها. التنميه لهي خصها تكون شراكه بين الدوله بين القطاع الخاص بين ايضا الهيئات نتاع المجتمع المدني تيخدموا في ذاك الاقتصاد التضامني. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه هو خصنا نزيدوا في ذاك التعاقد بين الدولة والجهات فيما يخص الموارد المالية المرصودة ولا الذاتية، فيما يخص إنجاز نتاع المشاريع. ثالثا خص مازال نحسنوا تكوين ونرفعوا في المؤهلات نتاع ذاك الساكنة. رابعا خص يكون الدعم نتاع المقاولات المتوسطة والصغرى. وخامسا خص يكون واحد المناخ نتاع العمل اللي جاذبي اللي يمكن لهم يجيو مستثمرين اما مغاربه ولا خارجيين اجنبيين باش يستثمروا اكثر باش نخلقوا ثوره اكثر في هذه الجهه. والحمد لله الديناميه اليوم مزيانه. احنا شفنا الاعتراف نتاع الولايات المتحده بمغربيات الصحراء، شفنا عدة بلدان اللي تيفتحوا قنصليات في ذاك الأقاليم في ذاك وشفنا مستثمرين اللي جايين لا من أمريكا لا من أوروبا اللي تيشوفوا اليوم فين يمكن لهم يستثمروا. وشفنا بأن أيضا القطاع الخاص المغربي تا هو تيتجه لذاك الجهة.